ثلاث سنوات على انطلاق ثورة تشرين، ومطالب الشعب هي نفسها: نظام محاصصاتي طائفي مرفوض، ووجوه سياسية عفى عليها دهر الفساد وسوء الإدارة والتبعية لإيران وغيرها من الدول الأجنبية. ويبدو أن الطبقة الحاكمة في المنطقة الخضراء لم تفهم بعد أن رياح التغيير هبت، وقد حان وقت قطاف التضحيات الجسام لشباب عراقي أعزل خرج يطالب باسترداد لقمة عيشه وكرامته المسلوبة على يد أحزاب السلطة. لكن جهود القمع والبطش التي مارستها ميليشيات تلك الأحزاب لم تحقق أهدافها بإخضاع المتظاهرين حتى اليوم. وبالتزامن مع الدعوات إلى التظاهر، انطلقت حملات شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للاشتراك في التظاهرات المرتقبة، وتصدر واسماء موعد وطن وتشرين قادمة منصات التواصل في البلاد. من 2003 لحد الآن الشعب العراقي شاف الشعب العراقي وكيف احنا الشباب تدمرنا، احنا الشباب تدمرنا، العراق انباع، العراق تدمر بسبب هؤلاء الفاسدين اللي قاعدين هسه يبدون يسوون جلسة وتشكيل حكومة على حساب الشهداء اللي راحوا. احنا اليوم طلعنا ما نريد اي حكومة توافقية تشكل من الخارج، من الحدود، من الخارج، من الجيران، ممنوع، ماكو، نريد حكومة عراقية اليوم، بيادة عراقية، تفكير عراقي، ناس مستقلين، ما نريد منتمين تحت الأحزاب، نفسيتها يجيب له وجوه جديدة، بس مو شنو الفائدة بيهم، هم تابعين للأحزاب، هم مريت احنا، احنا اليوم نريد حكومة جديدة. وبالحديث عن التفاصيل، تبدو الذكرى السنوية لتشرين مشابهة لأسباب انطلاقها، وهو تصاعد نفوذ إيران في البلاد من خلال الدفع بالإطار التنسيقي الموالي لها للتمسك بتشكيل حكومة جديدة مهما كلف الثمن. حراك رد عليه المتظاهرون بوضوح: العراق برمته شرقا وغربا لا يرضى بهذه الحكومة ولا يرضى بحكومة مجربة. دائما وأكيدا نؤكد على حكومة عراقية وطنية أبوية ترعى أبناء الشعب العراقي بسنتهم، بشيعتهم، بعربيهم، بأكرادهم. نفس المحاصصة ونفس الحصاص، هذا لك وهذا لي، والشعب هذا قدامك قاعد بالشارع كل شيء ماكو، يعني بدون فائدة. هم جلساتهم جاي يسوونه، نريد تغيير، تغيير جذري مو ترقيعي، نريد تغيير نظام، نريد تغيير لهذه الوجوه الفاسدة. وتتزامن الذكرى السنوية للانتفاضة مع تظاهرات تعم المدن الإيرانية، الأمر الذي يراه مراقبون محفزا إضافيا لتوسيع دائرة التظاهرات الشعبية في العراق، فيما يرى آخرون أن أي هزة في طهران ستكون لها آثارها في بغداد بسبب ارتباط زعامات النظام الحالي وميليشياتها بإيران.